امي قال لي هتمك من البيت. لك شو عم تحكي انت لطفية؟ قولي غير هالكلام. هذا اللي صار. طيب ليش؟ شو السبب؟ علقوا مع بعضهم وبالكلمة لكلمة شعلت بيناتهم. قامت مرت عمي قال لها عدا وقالت لها لأمي البيت لك وهبينا يا إذا بدك بدك لطفية ما ترجع لك. الله يصلحك يا أمي. ليش تتقلي حماتي؟ ليش؟ خلص صطوف، خلص روقي. لا ما تنحل بيناتهم. هلا هذا اللي طلع معك إلا ما تنحل بيناتهم. طيب شو أعمل؟ أضرب راسي بالحيطان؟ خلاص مثل ما تخانقوا برجعوا بتصالحوا. جوان، قلعتي حماته لابنك بالبيت؟ ايه قلعتها. قال له لعم الزعيم ما كانت جوزت بنتها العصام. قال هي ما بتعطي بنتها كيف ما كان. انا ابني كيف ما كان يا عيب الشوم عليها. قلبت قد الكمشه قدام نسوان الحاره وهي عم تحكي هالحكي. ولك مهما صار يا سعاد، لك مهما صار يا عيني ما بيصير تصل لهون. لك شو دلعين مخلوقه من البيت؟ لك عيب اللي عملتيه. والله عيب مخلوقه ليس بسعطه. ولك عيب. عيب؟ ليش هي بتعرف العيب؟ بتعرف شو عملت لما ضيفتها جميل القهوة؟ حطت شعرها فنجان القهوة. ليش؟ مشان تشرشحني قدام نسوان الحارة. بس ربك حميد بيعرفوها وبيعرفوا بصولها الناقصة. ولك يا سعاد انت ما حلك تفهمي علي بقى، ما حلك تفهمين. انا شو بدي بعلاك النسوان وردتهم عجلهم لك عيني؟ شو بدي فيهم؟ كبر عليك انت بقى. اللي عملتي غلط. غلط لك عيني غلط. انت قلعتي حمات ابنك. اما لك انت لطفية. لك الناس رح يحكوا علينا بالحارة بكرة، ولسه عصام ولطفية ما صاروا شي متجوزين. يحكوا اللي بدهم اياه، أنا هاي المرة ما عاد فوتها على بنتي أبدا. مو من حقك تحكي هالحكي بنوب. مخلوقة بدها تزور بنتها وما فيكي تمنعيها، لا أنت ولا غيرك. شوفي سعاد، كلمتين ورد غطاهن. طلع فيني. بتروحي لعند المخلوقة براسك، بتدقي بابا، وبتعتذري منها وبتسكري لي على القصة كلها. أنا أعتذر منها؟ لا لحد هون وبس. هولو بس؟ شو هي لحد هولو بس؟ مصالحها ما رح صالحها، وهذا الموضوع انت لا تتدخل فيه، لأنك ما بتعرف شو في بيني وبين فريال. لك شو جنيتي انت لك سعاد؟ وعيانا شو عم تحكي معي انت؟ شوفي لعلك. الكلام اللي بقوله أنا ما بعيده، فهمتي؟ انت لا تحشر حالك بين النسوان وتتدخل بقصصهم، وإذا انت حابب تمسح شوخ للزعيم، أنا ما بحط طواطي لحدا. شو قلتي؟ والله اللي سمعته. هنتي طالق.